سجلت دائرة الأنواء الجوية في الناصرية ارتفاعا ملحوظا في معدلات سقوط الأمطار، حيث لم تسجل تلك المعدلات من سنوات، ومن المتوقع أن تستمر تأثيرات المنخفض الجوي على المنطقة طيلة الأيام المقبلة بسبب تأثر المنطقة بالمنخفض الجوي القادم من البحر الأحمر. أدى هذا المنخفض إلى حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وأدى إلى هطول أمطار كثيرة على منطقة الناصرية. وصل ارتفاع كمية الأمطار خلال هذه الفترة، خلال مساء الخميس إلى نهار الجمعة، إلى 19 ملم، وهذه الكمية كبيرة قياسا وإلى الأمطار السابقة للسنوات السابقة، حيث لم تصل هذه النسبة منذ سنوات على المنطقة، بالخصوص على مدينة الناصرية. صار الأمطار اللي حدثت خلال الأسبوع الماضي، خلال الأيام 17 و18 من الأسبوع الماضي، وصل إلى 31.6 مليمتر. ويشكل هذا الارتفاع في نسبة الأمطار علامة تفاؤل في ظل ظروف التصحر، لكنه لم يكن كذلك في هذه القرية التي تقطعت بها السبل، مما اضطرنا للمسير على الأقدام لمسافة طويلة. هذه القرية استفاقت على حادث أليم ألم بأحد بيوتاتها، حيث انهارت إحدى الغرف فيه، ما أسفر عنه وفاة طفلين وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة. وقعت يعني على ثمان عائلة وتعدادها ثمان نفرات، ففزع القرية منا ومنا. جو بدوا يطلعونهم أطفال، اثنين وعدة، واحد عمره 5 سنوات وواحد 3.5، وأمهم عندها كسر هنا وبالجمجمة وراقدة بالمستشفى الحسيني بالناصرية. والوضع هل شفته بعينكم، هاي غرف مالطين وواقعه، وهاي الثانيه راح توقع، يعني جاي تشوف هاي الثانيه راح توقع يعني. اي فاحنا ناشدكم من خلال قناتكم، من خلال الناس، انا شو هذا الوضع مال القريه، مال المنطقه، مال هذا البيت. والد الطفلين ومن هول المصيبة لم يستطع التحدث للحرة، فيما تحدث أهل القرية عن حال الفقر المدقع التي يعاني منها، موجهين نداء عبر الحرة إلى الجهات المعنية لمد يد العون إليه. شوفوا هذا غرف الطين انهارت عليه بأبسط مطرة، وإحنا بلد نفطي، بلد غني، وهذا الإنسان ما يمتلك قوت يومه، قوت واحد لليوم ما عنده، أطفاله فقدهم، عائلته فقدها كلها. فإحنا ناشد الناس الشرفاء، الناس الطيبين، الناس الحسينيين. أطفال اثنين توفوا، بنات 7، هو يترجى من الله بس ولد 2 صاروا له وتوفوا بهذا الحادث. في داخل هذه الغرفة الطينية خنقت أحلام طفلين صغيرين بعدما انهار سقفها الذي لم يصمد أمام الأمطار الغزيرة. وعلى ما يبدو أن كثيرا من غرف وبيوت الفقراء مهددة بالانهيار إذا ما استمرت الأمطار بالانهمار بهذه المعدلات. من أحد قرى قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار، أحمد السعيدي، الحرة.